سيدنا محمد الذي استحق الوحي بكمال الصدق والصديقية، وصل اللهم على سيدنا محمد الذي قام بالرسالة قيام حصيف حكيم، وصل اللهم على سيدنا محمد الحكمة البالغة الذي أحاطه مولاه بسياج من التوفيقات النورانية الإلهية، وعلى آله الطيبين الطاهرين طهرهم المولى بمحكم التنزيل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعن صحابته الغر الميامين فكانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ورضي الله عن مشايخنا الكرام مشايخ طريقتنا العلية القادرية الكسنزانية، اقتفوا أثر جدهم صلى الله تعالى عليه وسلم واتبعوه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إنها لحظات رهيبة وأوقات شديدة، ونحن إذ نودع شيخنا وأستاذنا وغوثنا وغياثنا سماحة الغوث السلطان الخليفة محمد المحمد القادري الكسنزان الحسيني، قدست أسراره ورحمه الله تعالى، نودعه إلى الرفيق الأعلى تاركا دار الفناء ليحل في دار البقاء. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حقا إنها دار البقاء والخلود. سيدي، إننا على يقين تام أن العالم الآخر اليوم في عرس رباني، محتفين بقدومك وإطلالتك النورانية البهية، وفي بهجة وسرور يتسابقون في موكب يحيون قدوم عميد آل البيت فرع الشجرة المحمدية المصطفوية. فالله جل وعلا قد حباك الأنوار واجتباك، ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم قد اعتنى بك واصطفاك، فأنت من خلاصة الصفوة أحباب الله، فقد أسرجت عمرك في الدعوة إلى الله إماما ومرشدا وأستاذا، تنور طريق الله للخلق بالحق، وترسخ أقدامهم فيه، وتحبب الله لهم وتحببهم لله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله. ونحن نشهد الله أن أستاذنا وشيخنا قدست أسراره قد ربانا على حب الله جل وعلا، ورسخ فينا عشق رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وحب آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار، فلولاه لما عرفنا حبهم وودهم واتباعهم. فجزاك الله عنا يا أستاذنا ويا غوثنا خير الجزاء، وخير ما يجزي الله به عباده الصالحين المتقين. سيدي الحبيب، لقد خلفت فينا وراءك دمعة لا تجف وآها لا تنتهي، يا من حفرت اسمك في عقولنا وذاكرتنا، يا من رسمت صورتك في قلوبنا وأفئدتنا، فنسألك أن ترفق بأحبابك وتلطف بأودائك. فألم الفراق سيدي عظيم، ومصابنا بفقدك جليل. ولله در من قال: ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي، فالخطب أعظم قيمة من أدمعي. تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بأجل من هذا المصاب وأوجعي.
اللهم اجمع شيخنا وأستاذنا بجده المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيعا ومؤنسا وهدى بين يديه، وضاعف اللهم أجورك وإحسانك عليه، وأوصل اللهم هذا الثواب إليه. اللهم زده فوق السرور سرورا، وفوق الأنوار أنوارا، وفوق الحبور حبورا، يا رحيم ويا رحمن ويا كريم ويا ستار. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبقي لنا كلمة فقد أوصى أستاذنا وشيخنا قدس الله أسراره منذ 25 سنة، ولا زال يوصينا حتى لقي الله تعالى بأن يخلفه لمشيخة الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، أستاذنا السيد الشيخ نهرو ابن السيد الشيخ محمد الكسنزان الحسيني، السيد الشيخ شمس الدين نهرو محمد نهرو ابن السيد الشيخ محمد الكسنزان الحسيني، فهو بقيته ووصيته وخلفه ليبقى طريقنا منقولا عبر الأحياء، وصولا إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد قال الشيخ ابن عطاء السكندري رحمه الله: من لم يكن له شيخ يوصله إلى سلسلة المتابعة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو في الطريق لقيط لا أب له، وفي المعرفة دعي لا نسب له. وأشهد الله تعالى على قولي أن سيد الغوث السلطان الخليفة محمد الكسنزان الحسيني قدست أسراره قال لي مرة أن ثلة من الحاقدين قد حاولوا أن يقطعوا ارتباط حضرة السيد الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان من سلسلة الطريقة حسدا من أنفسهم، ولكن خاب سعيهم ورد كيدهم إلى نحرهم، فأمر الله يعلو على كل أمر. بايعناك يا شيخ نهرو أمام الله والرسول أن تردها الإرادات. لذا أدعو الجميع أن يعلن ببيعته أن يعلن بيعته لشيخنا الحاضر السيد الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان الحسيني قدس الله سره، خلفا لأستاذنا وشيخنا الراحل الغوث محمد الكسنزان الحسيني قدست أسراره. وأرجو أن ترددوا ما أقول: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب أثيم، من كل ذنب أثيم، تبت وبايعت، تبت وبايعت، وعاهدت، وعاهد على يدي، على يدي شيخنا، شيخنا وأستاذنا الحاضر، وأستاذنا الحاضر السيد الشيخ، السيد الشيخ شمس الدين، شمس الدين محمد نهرو، محمد نهرو الكسنزان الحسيني، الكسنزان الحسيني قدس الله سره، قدس الله سره، خلفا لشيخنا وأستاذنا الراحل، خلفا لشيخنا وأستاذنا الراحل الخليفة السلطان، الخليفة السلطان الغوث، الغوث محمد الكسنزان الحسيني، محمد الكسنزان الحسيني قدست أسراره، قدست أسراره، وقبلناه أستاذا ومرشدا لنا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول شهيد. اللهم ألهمه السداد والصواب، وآته الحكمة والموعظة، وآتي الحكمة والموعظة الحسنة. أمنوا. آمين. آمين. اللهم ألهمه السداد والصواب، آمين،
وآتي الحكمة والموعظة الحسنة وفصل الخطاب. آمين. اللهم اجعله خير خلف لخير سلف. آمين. واجعل اللهم إمدادك وأنوارك. آمين. وبركاتك دائمة عليه. آمين. باقية متصلة من لدنك إليه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نقول وداعا يا أستاذنا، ولا نقول وداعا يا أستاذنا، بل إلى لقاء على الحوض عند جدك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، لنهنأ بشربة ماء من يده الشريف، من كفه الشريف، لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، آله الأطهار وصحابته الأبرار، أرواح التابعين وتابعيهم، مشايخنا مشايخ طريقتنا العلية القادرية الكستزانية، قدس الله سره العزيز، قدس الله أسرارهم العزيزة، ونحن من بساحته وبحضرته. اللهم اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تفتنا بعده، اللهم اجعلنا خير مريدين وخير خلفاء وخير وزراء لخلفه، قدس الله سره العزيز، هدية له منا ثواب الفاتحة مع الصلوات. على جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا محمد الصلوات. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد صاحب الآيات والمعجزات واللائم الخيرات سيدنا ونبينا محمد الصلوات. اللهم صلي على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحمد محمد.